في الصلاة تقول الله أكبر، وجوا في أكبر جاء تاني، في عقيدة في شيخ المكاشفي بيكشف في القلب، كذب كذب. والكباشي بدي الجنة تقول لي الله كم؟ يقول لك واحد. في الشدائد ينادي غير الله، الله كم؟ واحد. يعتر يا فلان الحقنا، يا الحسن من المحن، ويا ود بدر من الفقر، ويا الفيل هيلفون الأسرع من التلفون، ويا أبو العباس من عيون الناس، ويا أبو قرون من العيون، ويا الفركة، ويا المرين، ويا فلان ويا فلان. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. قال الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال سبحانه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. وقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال سبحانه: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وهذا اليوم العظيم، وهو يوم القيامة، أمر الله المؤمنين بالاستعداد له، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ومن أعظم المشاهد التي ذكرها الله تعالى في القرآن عن يوم القيامة مشاهد في سورة الحاقة، قال الله تعالى فيها: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: النفخ في الصور ثلاث نفخات: نفخة الفزع فيفزع الخلائق كما في سورة النمل، ونفخة الصعق فيصعق الخلائق إلا من شاء الله كما في سورة الزمر، ثم النفخة الأخيرة نفخة القيام، نفخة البعث، فيقوم الناس من قبورهم عراة حفاة غير مختونين، ثم يصطف الناس، ثم يصطف الجن، ثم تنزل الملائكة من السماوات، ملائكة السماء الدنيا
وملائكة السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، فيحيطون بالمشهد. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبه الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. هذه الأرض قال الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وقال سبحانه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وقال سبحانه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. وللأسف الشديد الناس في غفلة عن هذه الأمور. فيومئذ وقعت الواقعة، وإذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، خافضة لأقوام رفعوا في الدنيا، رافعة لأقوام خفضوا في الدنيا. وانشقت السماء، هذه السماوات العظيمة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية أي ضعيفة، والملك على أرجائها أي على جوانبها، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قال ابن عباس رضي الله عنهما ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أي ثمانية صفوف من الملائكة يحملون العرش. وكما جاء في سنن أبي داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال الألباني هو كما قال، من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة السماء من حملة العرش، ملك من الملائكة، قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة السماء من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. الملك العرش بيحملوه قال لك 8 صفوف من الملائكة، الصف فيه كم العلم عند الله تعالى. والملك الواحد تركب حصان قالك من ضانه لحد عاتقه 700 سنة جاري، 700 سنة عشان تصل المسافة دي، ملك واحد الأمر ما عظيم، وده مخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الشيء المدسوس في الدنيا بيظهر هناك. يوم تبلى السرائر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أقواما
يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، حسنات مثل الجبال، فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان رضي الله عنه راوي الحديث: قلنا يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: هم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فتظهر للناس الحقائق يوم القيامة، لذلك ذلك اليوم اسمه يوم الحق، تظهر فيه الحقائق، فيعرف المؤمن من الكافر لجميع الناس، ويعرف الصادق من الكاذب ليسأل الصادقين عن صدقهم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ثم قسم الله الناس إلى قسمين: الناس واقفة صفوف، والجن صفوف، والملائكة محيطة بالمشهد ويتواقف وخايف، إلا من أمنه الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. فيما ربت خلي جاهلة، خلي الرضيع تخليه في الدنيا ما بتخليه، لكن قال لك في يوم القيامة الهول: تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم ينادي المنادي: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، فيخرج. قال ابن عثيمين: وينادى العبد باسمه وباسم أبيه لا باسم أمه كما يظن الكثيرون، فيخرج يشق الصفوف، صفوف البشر والجن والناس كلها أدعاين، وتجي مارق ليقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، موقف عظيم. قال ابن القيم رحمه الله: للعبد موقفان بين يدي الله تعالى، موقف في الدنيا وموقف يوم القيامة. أما موقف الدنيا الصلاة، وأما موقف الآخرة فالموقف بين يدي الله تعالى. فإذا أحسن في الأول أحسن له في الآخر، وإذا أساء في الأول فكيف يأمن عذاب الله سبحانه وتعالى؟ بل كيف يأمن العبد عذاب الله بكل حال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره من رواية عدي بن حاتم رضي الله عنه: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي رواية: فمن لم يجد فبكلمة طيبة. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينجينا جميعا من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره، وبعد: فيخرج العبد الذي أراد الله له السعادة
وكتبه من أهل من أهل الفوز من الفائزين، فيخرج ليقف بين يدي الله تعالى، وتنصب الموازين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قريت قرآن تلقاه، سبحته تلقى قدام، صدقته، بريت الوالدين، بتصلي في المسجد، تعمل أعمال الخير تلقى قدام، تتعلم العلم النافع، تبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى، تنشر التوحيد والعقيدة الصحيحة بتوفيق الله سبحانه وتعالى، كله تلقى قدام. فأما من أوتي كتابه بيمينه، يمد له الكتاب وتتطاير الصحف، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي. هاؤم يعني خذوا، اقرأوا كتابي. الطالب لما نجي الأول من المدرسة للبيت شايل النتيجة فرحان، كان ما سألوه في الشارع قال له جيت الكمبرا ويوري الناس نتيجته، فرحان ما الأول، لكن الطيش بديس نتيجته. ها هم اقرأوا كتابي إني ظننت أي تأكدت. قال ابن كثير كقوله تعالى في سورة البقرة الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي تأكدوا وتيقنوا، إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. الجنة عالية، الزولين قال لنا الديك بيت عادي ولا عمارة، بقول عمارة دار العلو، في جنة عالية قطوفها دانية، الثمار قريبة، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وصف الدنيا دي قال لك أيام خالية، زي ما تضيع زمنك. كثير من الناس ومن النساء ومن الشباب مسلسلات أفلام كشتينة ضمنة ونسات، ضيع وقت وجلسات سجاير وصعود وكذب ولف دوران، تأخير للصلاة ومعاصي ربا فجور فواحش وا 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 كله. لكن الموفق من عمل لآخرته، من عمل للفوز الأكبر لجنة الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني يخرج بين الخلائق فيقف بين يدي الله تعالى، وأما من أوتي كتابه بشماله، الصحف تتطاير، فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية الموت، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه، خذوه فتأخذه الملائكة، فغلوه أي اجعلوا الأغلال في عنقه، ثم الجحيم صلوه النار، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فتوضع السلسلة في دبره
وتسلك في بطنه ثم تخرج من فمه فيجمع بين رأسه وقدميه من الخلف ثم يرمى به في النار فينكسر ظهره. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. السبب شنو؟ الزول دخلوا النار ليه؟ السبب شنو؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. زول ملخبط في العقيدة، إيمان في الله إيمان ما صحيح، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. تقول لا الله كم؟ يقول لك واحد في الشدائد ينادي غير الله. الله كم؟ واحد. يعتر يا فلان الحقنا يا الحسن من المحن ويا ود بدر من الفقر ويا الفي الهيلفون الأسرع من التلفون ويا أبو العباس من عيون الناس ويا أبو قرون من العيون ويا الفركة ويا المرين ويا فلان ويا فلان. إيمان بالله إيمان فيه شرك بالله سبحانه وتعالى. وغير اللي بيقول لك عندنا آلهة ذاته، وناس تانين يقول لا إله إلا الله ومعلق الحجبات ولك دي من العين ومعلقين في الطفل الكمون، وهذا من الشرك بالله تعالى. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. غير النساوين، الواحد في الصلاة تقول الله أكبر وجوا في أكبر تاني، في عقيدة في شيخ المكاشف بيكشف في القلب كذب كذب، والكباشي بدي الجنة كباشي، كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي، يربط ويحل في كل محل كباشي، المتوكل لأمر يكل كباشي، من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي. يعتقد الشيخ بدي الجنة، والله يقول في القرآن أفرأيتم ما تمنون، في القرآن ده واضح كيف، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. الجنة ده اللي بيخلقه منه الله سبحانه وتعالى، ده غير اللي بيحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وحات جناي وحات أبوي وحات فلان وحات وحات وحات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما حسن الألباني من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك أو قال كفر. وده غير العقائد الثانية الكثيرة، الراح منه ذهب والراح منه قروش و إلى آخره، نمشي لفلان يشوف لنا الرايحة وين. والله في القرآن يقول وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فالزول إذا دار ينجو من عذاب الله يوحد الله، شدائد ما ينادي شيوخ، شيوخ ماتوا يا أخي، الله قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. زول مات معناه ضعيف، ملك الموت أقوى منه، قبض روحه ضعيف، كيف ننادي من دون الله سبحانه وتعالى؟ ننادي القوي الرحمن الرحيم. عندك مشكلة قم الليل أسأل الله، اتضرع عليه سبحه استغفر أرجع عليه سبحانه وتعالى. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم أفسد الذي بينه وبين الله، ولا يحض على طعام المسكين أفسد الذي بينه وبين الخلق، فليس له اليوم هاهنا حميم
قريب مشفق أو شفيع، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، يأكل الغسلين ويأكل الضريع ويأكل الزقوم ويأكل طعاما ذا غصة، يأكل الصديد والدم الذي يخرج من الأجساد. السبب أنه أشرك بالله وأنه أفسد الذي بينه وبين الخلق. إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، قال السعدي: الذين أخطأوا طريق الاستقامة وانحرفوا. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتوب علينا أجمعين، وأن يجعلنا من الموحدين المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يغفر لنا خطايانا، وأن يعتقنا من ظلمنا، وأن يتجاوز عنا وأن يتغمدنا برحمته. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجمعنا في دار الكرامة إخوانا على سر متقابلين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.